أحسن الله إليكم. انتقل إلى أسئلة من الأخ صالح من الدمام، يقول: الوالد متوفى من أيام، هل يجوز أن أكثر من الاستغفار وبعدها أقول اللهم اجعل أجر ما قلته لأبي، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له؟ نعم، الاستغفار للوالد أو لغيره من المسلمين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للوالدين في الدرجة الأولى، لأن هذا من البر بهم، فاستغفر له وأكثر من الاستغفار له، طلب المغفرة له، وادعو له بالرحمة، وادعو له بالعفو، وادعو له بالجنة، أكثر من الدعاء له. نعم.